ديجا لافي طالب ديفورس، فهمتي؟ ديجا الحياة هنا طالب منك الطلاق، والحياة شنو جيبها من الحياة واش تيتيزا ولا الحياة اللي عايشين فيها؟ اكتبوها في الكومنتير عشان واحدة فيهم. يو 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 20 فيديو جديد، رياكشن جديدة. يلا جيت عاد دخلت دابا للدار، دخلت تلقى يوتيوب حليوة لها التراك هذا، تراك سميتو مرفوض، غندخلو نديرو لي رياكشن. كنتي اول مره ما تنساش اخويا تفرقع لي جد هذيك ابوني، دير لايك للفيديو وخلي واحد الكومونتير. شكرا الناس اللي خلو لي الكومونتيرات، شكرا الناس اللي تفرجوا في الفيديو اللي درتو قبل، درتو على سعد تسولي، شكرا لكم بزاف العشران. شكرا اخشي فاميليا على الكومونتير ديالك وعلى التشجيعات ديالك، من البنات هما اللي كيعجبوني وكيعجبني الكونسيبت ديالهم. هذا هو البلان. المهم الخوت، وشكرا الناس اللي دازوا عند الانستغرام اللي جاوا مع الفاميليا اللي بارطاجات، المهم بارطاجوا واحد سكرين في 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 الانستغرام، شكرا لك بزاف. وشكرا الناس اللي جاوا من عند الانستغرام عندي، تحياتي لكم خوتي، واحد 50 واحد ولا 40 واحد تقريبا، شكرا لكم خوتي بزاف، وان شاء الله جاي الخير. وغنرجعوا ثاني نديروا الرياكشن والفيديوهات ونخلقوها ونضحكوا. الحياه شيركم شحال هادي هو غابر، يلا عاتاني رجع، فهمتي؟ باقي بوجاد على يوتيوب دابا، فهمتي؟ شحال هادي مقادويش مع الكاميرا. ولكن دابا غنديرو رياكشن على حليوه مرفوض، وحليوه اللي كبر في عيني المغاربه بزاف، لانه تشد في المدارة الاخرى، المدارة الاخرى تقريبا دازت لحد اللي فاش، تشد في الرباط، هبط باش داوي يدوي على حقه مع المتظاهرين واللعيبات، مع هو ارتيست، قالوا لي انه كارج ماشي لينا البيبل هنايا وكذا. المهم كبر في عيني بزاف ديال المغاربه البيبليك ديال الراب واللعيبات، هادشي اللي كاين. بعد سولت الوالد قلت لنا حليوه راه شدو حتى هو، راه واحد خونا تيغني. قال لي يا خويا تنعرف انايا ناس الغيوان جيل الجلاله، هادشي اللي تنعرف، الجيل ديالكم هما تنعرف حتى شي واحد، وما تنتمزكش الراب انايا. وانا نضحك على الوالد، قلت له اخويا راه هاد العالم ديال دابا، هاد الجيل ديال دابا راه جيل اخر الوالد، والراب راه شي حاجه زوينه، خصك تمزك نهار شي ديسك ديال حليوه. بغينا نعيطو لي جيت مزك معنا، ولكن خليه راه مقابل مع التلفاز دابا خالق. غندخلو دابا نتمزكو البلان الخوش. هاد البلاط تويوتا لابس حطه ديال الصحراوة، شنو هما هادوك بورطاس اللي غادي ولا شنو هو؟ ما فهمتش شنو هاد اللعيبه اش هذا. كيبان ليا هنا فهمتيني الجناوه، المهم اللعيبه هاد اللي في زوين هذا السلاح، الرمال الذهبيه والصحراء المغربيه. هادشي خوتي ناضي، هادشي بالرجوله لا ناضي، والله الا توحشت تمزق الحليوه. نجي شويه الصوت هنايا الخوش، نكبروا شويه الشاشه، وراه مرعشاني المزيكا الخوش، المزيكا هنا صغيرة هادي فهمتيني، بحال جاني في بالي بلطي فهمتي، اللهجة باش نطقها هو بحال توانسة ولا. المهم سير على الله عشيري. واعرة 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 خوتي هاد النوطة هادي، واعرة صغير قالوا مرفوض. زيد مطرود هادشي باقي عاقل. كنت نقرا في المدرسه في الكوليج، ودوزت تقريبا شي عامين في السابعه، قريت عام العام الاول، قريت واحد تقريبا واحد ليا ماش الله يعاون الطرد، درت واحد المشكل عاوتاني النيابه واللعيبات والقيام، ورجعت حتى العام الجاي وعاودت السابعه ونجحت داك العام، ونفس في نفس البلان وقع لي في الثامنه مرفوض ومطرود. الله يسمح لينا من الوالدين وحق الرب. هذوك الناس اللي تجي يقول لك كيقتلوا فهمتيني الميت ومشوا في كنازته، المهم هاد النوطه حطها هو. حليت مع
طلق هو الدنيا فهمتيني، الدنيا بغى يطلقها حليوه زعما كما كان جبل ريكس الله ما ما تفهموش شنو شي يقول فهمتي، مع كيسروط الهضره فهمتيني. واحد المره قال لك تيدير المسيكه، وفاش كيكون شي جل كيدير المسيكه وكيبدا يسجل، صعيب باش تفهم شي كلمات، ولكن لي بارول مكتوبين. اخوتي اخوتي والله شاد قصار زوين، والله الا عجبني اخوتي الفلو باش مقصر، عجبني الفلو باش مقصر. الكلاشات اللي كان كلاشا مع الجزائري ولعيبه ما تمزكش ليهم، ماشي علاش ما درت لهم رياكشن، وما كانش كاع في هذه البلاصه كنسافر، ولكن عجبني عجبني التقصار دابا بحد الان دقيقه 31 ثانيه عجبني البلان. ديجا لافي طالب ديفورس، انت ديجا الحياه انا طالب منك الطلاق، والحياه شوف شي من الحياه واش تيتيزا ولا الحياه اللي عايشين فيها اكتبوها في الكومونتير عشان وحده فيهم كي ناضي ولا ايش ناضي الخوش بالرجوله وارد في الساعه في الساعة مزطول نادي 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 خويا حليو مزكشينا خويا سير الله يسهل عليك الله يشاء مزكشينا والتراك غندير ليه تيليشارجي وغنتمزك ليه في التليفون في ليزياج امو فين امو خوشي وترونكيلا ترونكيلا هاد النواطات عجبوني بالروج وهاد النواطات ناضين مرفوض مطرود هاد بلان تصور في الصحراء يمكن فهمتي ديريكتير طن طن حليوه برود طق طق ناضي يا خوشي. المهم بيك اب لكاع الناس اللي خدموا في هاد البروجي هذا، هذا قريت قوله في الديسكريبشن وهاد اللعيبه برومين اكستري دالبوم تشامبيون. المهم هادشي اللي كاين اخوت، نشوفو في فيديو جديد ورياكشن جديده، وديروا بزاف د البارطاج انا وجايين بزاف ديال لي رياكشن، خلو بزاف ديال لي كومونتير هكا الخوشي غتشجعونا ديروا شويه سيبورت من الفيديو واش يفوتوها 1000 عبي لساننا الخوش من الفيديو واش يوصلوها 1000 اخوش باش هكا نرجعو ثاني ريكيبيراسيون ديال الفيديوهات الاولين شويه التفاعل وكذا باش هكا تولي عندنا واحد الانيرجي وزيرو مزيان زدر ونعطو الخدمة لخوت. شوفوا فيديو جديد ورياكشن جديد معكم لوط في مسيرة الفيديو، ما تنساوش تدوزو عندنا الانستغرام، ما تنساوش ديرو ابوني لاشين واش خلو جيم ديالكم وكومونتير يكون محفز ولا انتقاد بناء ماشي مشكل. يلا تهلاو كان معكم لحياء، السلام عليكم.